أرامكو السعودية توقع 4 عقود هندسية مع شركات لبناء مشروع محطة الفاضلي لمعالجة الغاز الذي تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليار ريال. كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يرفض الفرضية بأن أسواق العملات غير منضبطة في أعقاب تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه ليس هناك حاجة لاتفاق دول مجموعة 20 على ترويض أسواق العملات خلال اجتماعهم المنعقد في الصين في نهاية الأسبوع الجاري. وفي مقابلة مع رويترز، استبعد وزير الطاقة الروسي إمكانية الاتفاق مع دول أوبك حول مستويات الإنتاج بعد الفشل في التوصل إلى إجماع على تجميد مستويات الإنتاج في وقت سابق هذا العام.